اول حاجة هستخدمها وهي الفحم. ممكن اجيب برشام الفحم اللي بيتباع في الصيدلية اللي هو اسمه اوكربون، او الفحم الطبيعي اللي بيتباع بتاع الشوي في عند العطار وانت بتطحنيه بالشكل ده. عايز اقولك الفحم من الحاجات التحفة بجد في نضارة البشرة. كمان عايزة تشيلي عندك اي رؤوس سودا، رؤوس بيضة، دهون زيادة بكتير في البشرة، عندك بقع، عندك تصبغات، تحفة 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 في البشرة. عايز اقولك كمان ان هو منتشر جدا ماسك الفحم، يعني منتشر في كل مكان. حطيت معلقة من ماسك الفحم وهضيف عليها معلقة من اي نوع بودرة اطفال، معلقة واحدة، وهدمج بودرة الاطفال مع الفحم. بودرة الاطفال من الحاجات الحلوة اوي اللي بتدي ريحة للوصفة، كمان بتخلي البشرة ناعمة جدا زي بشرة البيبيهات، ملمسها حلو. كمان بتمتص الدهون الزيادة اللي بتبقى في البشرة، خصوصا ان احنا في الصيف والحر والدهون الكتير اللي بتبقى في بشرتنا. حطيت معلقة من الفحم وكمان معلقة من بودرة الاطفال، وهضيف عليهم معلقة من الجيلاتين. الجيلاتين ده بيتباع عند العطار، اقول له عايزه جيلاتين مطحون، ده هتلاقيه منتشر. يعني هاخد كده معلقه منه مليانه، معلقه كده مليانه. الجيلاتين ده مهم جدا في الوصفه لانه بيشيل كل الرؤوس السوداء، الرؤوس البيضاء، اثر الحبوب، بيفتح البشره من اول استعمال، بيدي نضاره للبشره تحفه. انا عايزاكي تجربي الوصفه دي، انت من نفسك هتدعيلي عليها. تمام، انا كده حطيت المكونات وقلبتها. هنا هبدأ ان انا اضيف عليها معلقتين من الحليب السايل. انا هضيف الحليب تدريجيا. طب انا لو ما عنديش حليب هستبدله بمية ورد. المعلقة دي صغيرة يا بنات، فهي بمقدار المعلقتين منها بمقدار معلقة شاي الصغيرة بتاعتنا عادي، فعشان كده انا حاطة معلقتين شاي. دي مش بتاعة الشاي، دي صغيرة. هدمج كل ده وهشوف لو انا محتاجة لسه تاني حليب هحط، لو مش محتاجة خلاص يبقى كفاية. هنا لا انا مش هحتاج تاني خلاص. بصوا جميلة، نحط معلقة كمان مش مشكلة. كده كده الحليب حلو اوي لنضافة المسام الواسعة وبتخلي البشرة صافية. حطيت كمان معلقة وهدمج. بصوا ده القوام بتاعها، شايفينه؟ لاني لسه هحطه في حمام مائي الجيلاتين هيسيح، فكده مهم ان انا دمجت كله وابتدى كله كده ايه يبقى معايا ناعم. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنا انا اهو بصوا حطاها في حمام مائي، هو واضح اهو، فهسيبها لحد بصوا شايفين الجيلاتين بيسيح ازاي، شايفين؟ فانا هسيبه لحد اما يفك خالص ويسيح خالص، وبعد كده هبدا استخدمه وهنشوف هنستخدمه ازاي مع بعض. انا كده هسيبه حوالي 10 دقايق بالكتير على الحمام المائي ده لحد ما يفك خالص الجيلاتين ويفك ويسيح، وبعد كده ابدا ان انا استخدمه. شايفين فكت ازاي؟ ده المطلوب ان كل الجيلاتين يسيح معايا. بصوا بقت عامله ازاي، الاول كانت ازاي ودلوقتي بقت عامله ازاي. هستخدمه ازاي بقى؟ اهم حاجه يكون معايا فرشه، عشان انا لو عملتها بايديا ايديا من هنا هتلزق، فدي الوصفه الوحيده اللي لازم تستخدميها بفرشه، اي فرشه ميك اب قديمه عندك. وهبدا ان انا استخدمها، طبعا حاولي انها تكون سخنه، يعني على قد ما ايديك تستحملها، قد ما بشرتك تستحملها، المهم انها ما تبردش تماما عشان لو بردت هتحجر. طب هي لو بردت انا اقدر استخدمها تاني ازاي؟ هعملها على نفس الكلام برضو حمام مائي وهبدا ان انا استخدمها. هنا بقى بصوا هفرش كده طبقه كويسه على البشره. تمام، بيشيل على فكره برضو الشعر الوبري، حلو قوي اهو، جميله وسهله، وكمان هتنضف البشره جدا. هنا بقى هسيبها ربع ساعه تنشف خالص وهوريك هنعمل ايه. هنا بقى بعد ما نشفت، واهم حاجه بعد ما تنشف خالص، ببدا ان انا اشد اللي هو الماسك من على وشي. بصوا بصوا تحفه، شايفين؟ ومش هيسيب اي اثر ولا اي لون زي ما احنا شايفين كده. بصوا مش سايب اي اثر ولا اي لون، ببدا ان انا كده اشده، هو هيتشد معايا بكل سهوله. اهم حاجه
ان انتي تكوني سايباه ينشف خالص قبل الخطوه دي. بقى اهم حاجه عشان تديكي نتيجه تحفه ونتيجه حلوه جدا، انا هقولك نعمل ايه قبل الخطوه ان انا احط الماسك ده على وشي. انا بس حبيت ان انا اشيلك عشان اوريكي، لسه ما غسلتش ايديا ولا اي حاجه ومفيش اي بقعه من غمقان الماسك. تمام، هشيل بقى الماسك وهرجع اوريكي الخطوه المهمه اللي هتعمليها كده، لازم تعمليها بجد، حلوه قوي وهتديكي نتيجه حلوه. شايفين اهو، بصوا بيطلع بكل سهوله، شايفين؟ تمام، اللي هي الماسك الفحم. اول خطوه واهم حاجه لازم اعملها السكراب بتاعي، باخد معلقتين من السكر، يكون السكر حبيباته خفيفه شويه ما يكونش خشنه، ده اهم حاجه يا بنات لازم تعمليها بجد، هتاخدي منها نتيجه تحفه. وهضيف عليها معلقه من الرز الابيض، طبعا ممكن استخدم يا الرز الابيض لوحده يا اما السكر لوحده براحتك انتي. انا حطيت الاثنين علشان النشا بتاع الرز استفاد بيه كمان ويديني نتيجه حلوه. تمام، وهبدا اضيف عليها معلقه من ميه الورد، معلقه واحده، مش عايزه اللي عايزاه يبقى ناعم قوي، انا مش عايزه انه يدوب معايا خالص، انا عايزاه يبقى مرمل كده. بصوا يبقى عامل ازاي، زي الرمل زي ما انت شايفه كده. تمام، وهضيف عليها معلقه من الفحم، طبعا زي ما قلت لك الفحم بينظف البشره جدا من اي مسامات، من اي رؤوس سودا رؤوس بيضه، حلو قوي. ممكن مش حابه تضيفي هنا فحم، ممكن تضيفي معلقه من القهوه. تمام، وهبدا ان انا ادمجهم كويس، وهضيف عليها معلقه واحده من العسل بتاعنا الابيض، العسل تحفه في نظافه المسامات، بتقلل المسامات كده. خلاص نزلت اهي. تمام، العسل من الحاجات الرهيبه اللي بجد ممكن تستخدميها للبشره، من الحاجات الحلوة بجد، وكمان بيخلي الماسك كده يلزق على البشرة. بصوا هبدأ بس ادي معلقة صغيرة كده من مية الورد علشان ما تبقاش الوصفة معايا ماسكة قوي، انا عايزاها تبقى ناعمة على البشرة. بصوا شايفين الخشونة. تمام كده، بصوا بقى السكراب جاهز معايا، ببدأ ان انا احطها على البشرة، وببدأ زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة الخطوة دي اعملها قبل الماسك اللي احنا عملناه بتاع الفحم ده، هيشيل كل الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء، وهيفتح البشرة وهيجري الدورة الدموية، وهيخلي البشرة مستعدة للماسك اللي احنا عملناه. بجد حلوة قوي قوي، وخصوصا كمان لو عندنا شعر وبري كتير، حلوة جدا. بصوا الحبيبات شايفين، تحفه جدا يا بنات، عايزاكم تجربوها بجد، رهيبه، وكمان هتخلي البشره صافيه وناعمه وما فيهاش اي مشاكل. لايك وشير وسبسكرايب وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول، شير الفيديو لصاحبتك عشان تستفاد زيك، وما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات، وكمان قولي لي بتتابعيني من اي بلد. باي باي.